أهلا بكم في الحرة ليلى، معكم ميرا القاص. والبداية من مشهد الاحتجاجات والتوتر الذي يسود ولايات أمريكية وخصوصا العاصمة، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رفض حاكم ولاية نيويورك أندرو كوما عرضه بنشر الحرس الوطني في المدينة جعلها عرضة للمخربين. وأضاف ترامب في تغريدة على حسابه على تويتر إن يوم أمس كان يوما سيئا لجماعة كومو، حيث انتشر في نيويورك اللصوص والسراق واليسار الراديكالي. ترامب قال أيضا إن رفض كومو نشر عناصر من الحرس الوطني أدى إلى تمزيق مدينة نيويورك على حد وصفه. بدوره قال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو إن شرطة الولاية فشلت في حماية المتاجر العامة من أعمال النهب والسرقة التي شهدتها مدينة نيويورك الليلة الماضية، مشيرا إلى أن رئيس البلدية بيل دي بلازيو رفض نشر عناصر من الحرس الوطني. واتهم كومو في مؤتمره الصحفي حول فيروس كورونا المستجد شرطة المدينة ورئيس بلديتها بعدم فعل ما يلزم لحماية المواطنين والممتلكات، وقال إن عمدة المدينة لا يقدر حجم المشكلة التي تواجهها الولاية حاليا في ضوء العنف الذي رافق التظاهرات. وفي ظل الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد وما شابه من عنف، أعلن رئيس بلدية نيويورك أن حظر التجول الذي أعلن في المدينة بعد تظاهرات عنيفة وعمليات سرقة سيبقى ساريا حتى يوم الأحد المقبل. وأوضح بيل دي بلاسيو أن الحظر سيسري يوم الثلاثاء من الساعة 8 مساء حتى الساعة 5 صباحا للحد من عمليات النهب وإعادة ضبط الشارع. أما في واشنطن، قال بيتر نيوشام رئيس شرطة العاصمة الأمريكية إن حظر التجول في العاصمة لا يشمل الصحفيين. وأضاف أيضا أن عدد الاعتقالات التي ترافقت مع أحداث الشغب التي شهدتها العاصمة وصل إلى 300. خلال المساء بعض المتظاهرين كانوا عنيفين للغاية، ما اضطر رجال الشرطة لاستخدام الذخيرة لتفريق تلك المجموعة من المتظاهرين، وقد نجحنا في ذلك. حجم الضرر الذي تعرضنا له أمس كان أقل من ليال ماضية، فقد تعرض ضابطان للإصابة، كما تعرضت إحدى سيارات الشرطة للاحتراق، وهناك بعض التدمير الذي لحق ببعض الممتلكات. خلال نهاية الأحداث اعتقلنا ما يزيد على 300 شخص. بدورها قالت عمدة العاصمة واشنطن إن شوارع العاصمة لم تشهد عمليات انتشار لجنود أمريكيين، رغم تلويح الرئيس ترامب بنشر آلاف الجنود لإعادة الأمن إليها. نحن قلقون ويقلقنا نشر قوات شرطية أو غير شرطية لا تشاركنا القيم أو خاضعة لمحاسبة قائد شرطة العاصمة أو أنا. لا أظن أن الجيش الأمريكي يجب أن ينشر في شوارع المدن الأمريكية ضد المواطنين الأمريكيين، وعلى الأخص ليس على سبيل الاستعراض. وبهذا الصدد استدعت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون 1500 عنصر من الحرس الوطني من 5 ولايات لنشرهم في العاصمة واشنطن لتعزيز الأمن. وقالت الوزارة إن قوات الحرس الوطني في العاصمة سيبلغ تعدادها في الساعات المقبلة نحو 2800 عنصر. وأفاد مراسل الحرة بأن الوزير مارك إسبر أمر بتحريك كتيبتين من الشرطة العسكرية ومن الفرقة المجولقة 82 إلى العاصمة. ولتغطية آخر التطورات من على الأرض، تنضم إلينا شبكة مراسلي الحرة من البيت الأبيض هشام بورار ومن البنتاغون جو تابت ومن واشنطن علي الزبيدي. أهلا بكم جميعا. بداية أبدأ معك هشام بورار، كيف يبدو المشهد حيث أنت؟ وعلى ما يبدو بأن هناك حشود، هناك يعني جموع من الناس، وكأنه الساعات المقبلة تدل على أن التصعيد يعود تدريجيا. تدريجيا بالفعل ميرا، والأصوات تتعالى أيضا تدريجيا. خلفي هناك تجمع للمتظاهرين في المكان المعهود قرب حديقة لافايت بعد أن نصب سياج على علو 3 أمتار لمنعهم من دخول هذه الحديقة التي شهدت أعمال عنف وإضرام نيران ليلة الأحد الماضي. محيط البيت الأبيض مسيج بالكامل، هناك عناصر من شرطة الخدمة السرية التي ترتدي
زي الشرطة، مع أيضا عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI الذين يقومون بحراسة هذه المنطقة التي هي محاذية للبيت الأبيض وتقع طبعا أمام المتظاهرين، ومتظاهرون يتوجهون إليها كل يوم. هنا تبدأ الخريطة التي رسمها البيت الأبيض لأمن واشنطن. نقلنا سابقا أن هناك جدل وحصل إلى درجة التهديد باللجوء إلى المحكمة بين البيت الأبيض، وفقا لمسؤول في مكتب رئيسة بلدية واشنطن، بالضبط رئيس هيئة موظفيها جون فولكاتشو، الذي أكد للحرة بأن البيت الأبيض لوح بإدماج شرطة واشنطن في الإجراءات الفيدرالية الأمنية لوقف المتظاهرين وعمليات التخريب. هددت البلدية باللجوء إلى القضاء وخلص الجانبان. طيب هشام، فيما يخص هذه النقطة، يعني ماذا يعني إدماج شرطة العاصمة دي سي بالشرطة الفيدرالية؟ الرئيس الأمريكي لديه الكامل الصلاحيات في حماية المقار الحكومية الحساسة، لذلك واشنطن لا تعتبر ولاية، فبالتالي الرئيس الأمريكي أن يسخر ويوظف وننشر القدرات العسكرية التي تتجاوز صلاحيات السلطات المحلية. السلطة المحلية أرادت التمسك، أي رئيسة بلدية واشنطن ميريل باوزر أرادت التمسك في سلطة والهيمنة على الشوارع، بحيث رسمت خريطة. ما يحدث الآن خلفي وأمامي يظهر جليا هذه الخارطة، وهو خلفي هناك حدود الحكومة الفيدرالية، الحرس السري، الخدمة السرية، وأيضا الـ FBI يحمون هذه المنطقة. على المنطقة الشمالية هناك شرطة منتشرة ستبدأ بإغلاق شوارع واشنطن ظهر اليوم لمنع المتظاهرين من التحرك وإجبارهم على الالتزام بحظر التجول. فقط نذكر مساء بعضهم بقي عالقا في هذه المنطقة بين السلطتين، إلى درجة أن أحد الأشخاص في واشنطن منحهم مأوى في بيت كبير له في واشنطن، وبيق فيه عشرات من المتظاهرين قضوا فيه ليلة الأمس. أشير أيضا إلى قبل لحظات صدر بيان عن وزارة العدل على لسان ويليام بار وزير العدل، الذي قال بأن ليلة أمس كانت ليلة في غاية السلمية في واشنطن على حد تعبيره، وتوقع نشر مزيد من التعزيزات الأمنية في واشنطن، وشدد على ما قاله الرئيس الأمريكي قائلا إن مهمة الحكومة الفيدرالية هو توفير الأمن ليعيش المواطنون حياتهم، وهو طبعا تأكيد للرئيس الأمريكي يريد جعل واشنطن التي بإمكانه السيطرة عليها بالموارد الأمنية الفيدرالية نموذجا لباقي الولايات التي تتردد حتى الآن في اللجوء إلى المساعدات والتعزيزات الفيدرالية. طيب سأنتقل إلى البنتاغون مع جو تابت. جو، إن كانت هناك أي تحركات جديدة من قبل وزارة الدفاع الأمريكية، تفضل. التحركات كما ذكرت قبل قليل هو إرسال مزيد من قوات الحرس الوطني التي وصل عددها حوالي أقل من 3000. هناك أيضا هناك اتجاه آخر وفقا لمكتب وزير الدفاع أن يتم إرسال قوات من الشرطة العسكرية. إذن هناك مسعى لدفع مزيد من القدرات العسكرية إلى العاصمة واشنطن، وجعلها كما قال هشام نموذجا يجري تطبيقه على مدن أخرى. لكن علينا أن ننتبه إلى أمر آخر، هو أن استتباب الأمن في العاصمة واشنطن لا يعني انتهاء حركة التظاهرات، وهذا ما يقوله البنتاغون. هناك رغبة أمريكية، رغبة لدى الإدارة الأمريكية بأن يطلب حكام الولايات مزيد من القدرات، وأيضا قدرات تابعة للحكومة الفيدرالية. يعني أريد أيضا أن أفهم صورة الوضع من واشنطن مع مراسلنا هناك علي الزبيدي. علي الزبيدي، يعني كيف تبدو الأجواء لديك؟ وأريد أيضا أن أفهم منك، بما أنه نتحدث عن الموضوع الأمني، حول أنواع الشرطة في العاصمة واشنطن، ما هي أنواعها وما هي مهامها أيضا؟ نعم ميرا، الليلة الماضية كانت هي الليلة الأكثر اضطرابا في واشنطن إذا صح التعبير. اليوم هناك هدوء نسبي. أنا أقف في المنطقة المقابلة للكونغرس الأمريكي. يوم أمس كان هناك إطلاق لبعض الطلقات البلاستيكية، وهنا حتى اليوم تسيرين هنا في الشارع وتجدين هذه الطلقات منها يعني منتشرة على الأرض في بعض المناطق التي حصل فيها نوع من، لا أقول اشتباك بل أقول نوع من يعني أوامر من الشرطة بالانسحاب من هذا المكان. أنواع الشرطة في واشنطن، وهذه نقطة مهمة للتوضيح، بأن هناك
5 أنواع لفرق مختلفة أو أقسام مختلفة إذا صح التعبير من الشرطة في العاصمة الأمريكية واشنطن، ما لا تري في ولايات لربما ولايات أخرى. هناك الشرطة المخصصة لحماية الكونغرس الأمريكي وهي ما يعرف بالكابيتال بوليس وهي شرطة الكونغرس. الشرطة الأخرى هي شرطة الحدائق العامة وهي شرطة عادة لا تحمل أسلحة وهي تحمي المناطق الحدائق العامة الوطنية في وسط العاصمة الأمريكية واشنطن. هناك أيضا الشرطة الفيدرالية أو الـ FBI، وهناك الشرطة شرطة واشنطن وهي شرطة تقليدية لمدينة واشنطن، وأخيرا هي الشرطة السرية والتي نوضح بأنها ليست شرطة سرية بالمعنى لعله التقليدي الذي قد نفكر فيه، هي الشرطة المخصصة لحماية البيت الأبيض ومن يسكن فيه وهي السيكريت سيرفيس. ما تحدث عنه زميل هشام عن فصل السلطات الأمنية إذا صح التعبير هو أن بعض هذه القوات الشرطية معنية تحديدا بحماية المباني الفيدرالية والبيت الأبيض والكونغرس وما شابه ذلك. لذا فإننا نرى هناك خط للشرطة المحلية وهي شرطة واشنطن العاصمة وخط آخر لا يتم تجاوزه من قبل الحمايات الخاصة للبيت الأبيض والكونغرس وغيره، والأف بي آي هنا والشرطة الفيدرالية تقوم بحماية الكونغرس الأمريكي بكميات قليلة وتقوم بحماية البيت الأبيض بالتعاون مع الشرطة. طبعا أريد أن أتحدث أكثر حول هذه التظاهرات تحديدا فيما يخص المتظاهرين السلميين، لأن أعمال الشغب والسرقة والحرائق يعني أخذت الضوء من المطلب الأساسي لخروج هذه التظاهرات التي تنادي بالعدالة. شكرا لهذا السؤال ميرا، وهذه نقطة يتحدث عنها الكثير من المتظاهرين الذين التقينا بهم أو من الذين تواصلنا معهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ظواهر الحرق والاعتداء على المحال التجارية أو السلب أو النهب هي يصفها جميع المتظاهرين الأساسيين أو من يظهرون في هكذا تظاهرات عادة في واشنطن بأنها يعني يرغب منها البعض بتشويه صورة التظاهرات ويرغب بها البعض بأن يعني يسطو إذا صح التعبير على سلطة المتظاهرين السلمية. هناك ميرا في واشنطن، وأنا أتحدث في واشنطن التي نغطيها منذ أكثر من 10 سنوات، هناك مجاميع واضحة ومعروفة في المدينة تطالب بحقوقها السلمية والمدنية منذ أكثر من نصف قرن، نتحدث منذ أيام مارتن لوثر كينغ ولربما حتى قبل ذلك. هذه الجماعات تندد دائما وتشجب دائما كل أعمال العنف التي تشهدها المدن الأمريكية. هنا أيضا أضيف نقطة ميرا، أن البعض من الذين يقومون بأعمال التخريب سواء كان في واشنطن التي، ونقول هنا للأمانة الصحفية، لم تشهد العديد من عمليات التخريب كما شهدته نيويورك ومينيابوليس وديترويت ومدن أخرى وفيلادلفيا طبعا، لكن هذه المجاميع التي تظهر لم تكن أو ليست من واشنطن العاصمة، بل يأتون لربما من قبل يأتون من بعض الولايات الأخرى وفقا للعديد الذين تحدثنا معهم من المتظاهرين السلميين في المدينة. شكرا جزيلا لكم جميعا مراسلي الحرة من البيت الأبيض هشام بورار، من البنتاغون جو تابت، ومن واشنطن علي الزبيدي. بالتأكيد سنعود إليكم في حال حدوث أي تطورات جديدة. لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين باللجوء إلى قانون التمرد الذي يعود لعام 1807 ويسمح بنشر الجيش في المدن الأمريكية لوضع حد للتظاهرات العنيفة المستمرة منذ أيام في أعقاب مقتل جورج فلويد، وهو رجل من أصول إفريقية على يد شرطي أبيض خلال اعتقاله. ويسمح القانون للرئيس الأمريكي باستخدام الجيش في حالات الانتفاضات والعصيان وعرقلة القوانين في أي ولاية، وقد استخدم في الخمسينيات وذلك طبعا لإلغاء الفصل العنصري، وبعدها في الستينيات للتعامل مع أحداث الشغب في ديترويت. تشير الفقرة 251 في القانون إلى أنه يجوز للرئيس بناء على طلب المجلس التشريعي للولاية أو حاكمها إذا تعذر انعقاده أن يدعو قوات الخدمة الفيدرالية لوقف التمرد. ويذكر أنه بموجب الدستور الأمريكي فإن حكام الولايات لديهم سلطة حفظ الأمن داخل حدود ولاياتهم. كانت آخر مرة استخدم فيها القانون في عام 1992 من أجل التصدي لما يعرف بأحداث الشغب في لوس أنجلوس التي أعقبت قرار تبرئة 4 عناصر شرطة من العرق الأبيض من تهمة استخدام العنف المفرط ضد رجل أسود يدعى رودني كينغ. وبموجب تعديل جديد للقانون في العام 2006 لتوسيع الحالات التي يمكن فيها للرئيس استخدامه،
يسمح للرئيس باستخدام قوات مسلحة خلال كارثة طبيعية أو خلال هجوم إرهابي. بموجب الدستور الأمريكي فإن حكام الولايات لديهم سلطة حفظ الأمن داخل حدود ولاياتهم، ويعكس قانون يسمى بوسي كيماتيوتوس، يعكس هذا القانون الذي صدر في عام 1878 ذلك المبدأ، والذي يبنى بموجبه بشكل عام الجيش الفيدرالي من المشاركة في إنفاذ القانون المحلي، ويعد قانون التمرد استثناء لقانون بوسي كيماتوس. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من فيرجينيا كريس برودوم، المخطط الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، أهلا بك معنا. ومن فلوريدا ينضم إلينا مهدي عفيفي، مؤيد للحزب الديمقراطي وموظف سابق في حملتي كلينتون وأوباما، أهلا بكما ضيفي الكريمان. يعني في ضوء هذا المشهد، أبدأ معك سيد مهدي، في ضوء هذا المشهد الذي تعيشه الولايات المتحدة الأمريكية، كيف يمكن أن نقيم تعاطي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد مرور أسبوع من مقتل جورج فلويد؟ تحية إليك ولضيوفك الكرام. في الحقيقة دائما يستغل الرئيس الأمريكي الأزمات في محاولة إظهار قدراته في يعني التواصل مع مؤيديه، كما رأينا الفشل الذريع في التعامل مع كورونا. يتدخل الآن في هذه الأزمة ويشعل الفتيل بداية بإرسال رسالة على تويتر، يعني تغريدة على تويتر أثارت هذا الانتباه، وبالأمس خطابه الذي كان تهديدا للمتظاهرين السلميين. يجدر بالعلم ان ليله امس كانت المظاهرات السلميه في واشنطن حتى بدا تفرقه هؤلاء المتظاهرين، واستعرض خروجه من البيت الابيض الى الكنيس المقابله وحمله للانجيل. فلذلك اعتقد ان الرئيس يحاول استغلال اي ازمه في الولايات المتحدة الأمريكية لاستعراض قدراته وفرض طيب آراءه التي هي استبدادية. يعني هنا أسألك، ما هي مسؤولية الرئيس ترامب إذن في هذه المرحلة؟ عادة حدثت هذه الأحداث في مراحل كثيرة. مسؤولية الرئيس الأولى والأخيرة أن يهدئ الأوضاع ويسمح لكل ولاية حسب القانون الدستور الأمريكي أن تتولى هذه المسألة حتى يتم الطلب منه. ليس من حقه التدخل بهذا الشكل أو إشعال الفتيل بهذا الشكل. والاستعراض الذي تم بالأمس أثار حتى رجال الكنيسة، حتى المتضامنين مع المتظاهرين. وفي عادة في الولايات المتحدة الأمريكية معظم المظاهرات تكون سلمية إلا في الاستثناء، وتقوم الشرطة سواء في نيويورك أو في بلاد في أماكن أخرى بالقبض على من يقومون بأعمال الشغب ويتم محاكمة. طيب. الأحوال يعني ما حدث من الشرطي هي حالة فردية، لابد أن نعلم أن هذا المجتمع يعاقب هذا الشرطي بشكل كبير جدا، وفي خلال أيام قليلة تم يعني فصل الشرطيين الأربع شرطيين الذين تواجدوا في المنطقة، وتم عرض الشرطي على المحاكمة وتوجيه الاتهام له. يعني يعني المسألة تعمل بشكل جيد، لكن يستغل الرئيس هو واضح بأنه يعني ربما الخطوات القانونية تسير بصورة تدريجية، ولكن هذه التظاهرات الآن في الشوارع وما رافقتها من أعمال شغب، يعني يبدو بأن هناك مطالب حتى الآن لم تتحقق. سأنتقل إلى ضيفي من فيرجينيا كريس برودوم، يعني في ضوء هذا المشهد وهذه المعطيات سيد كريس، يعني الولايات المتحدة الآن تعيش ربما في أزمة داخلية إن صح التعبير، ولكن هل من الممكن الآن أن نطرح سؤال، أين تبدأ صلاحيات الرئيس وأين تنتهي؟ So President Trump, look, first and foremost, أولا جزء من عمل الرئيس هو الدفاع عن الدستور والشعب الأمريكي، والكثير منا ليست لديه مشكلة في هذا تنفيذ القانون. نحن جميعا نريد أن نكون آمنين. لسوء الحظ كانت هناك قلاقل في الأيام القليلة الماضية، وكان يجب أن تترك المسألة في يد الشرطة المحلية وهم قادرون على السيطرة على الأمور. أحيانا يجب أن تكون هناك وحدات للجيش أو الحرس الوطني. اليوم في الشارع الرابع عشر قمت بتصوير 25 عربة عسكرية جاهزة للتحرك. هذا عبارة عن استعراض للقوة، ويقوم
ترهيب أو بإخافة المتظاهرين. نحن نتحدث عن أناس ألقوا زجاجات حارقة على سيارات الشرطة، ولكن أقول لك لا يمكن أن تدمري عربة عسكرية مثل الهامفي. لهذا السبب كان على الرئيس أن يطفئ النيران، والرئيس يستطيع عمل أشياء كثيرة مثل جلب الحرس الوطني أو الجيش بطريقة قوية. ما لا يمكن القبول به هو الفوضى في الشوارع وكسر النوافذ والسيارات. نعم بالتأكيد. دعني أدخل معك بتفاصيل أكثر. يعني كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس هي الكلمة الأولى فيما يخص هذه الأحداث، مقتل جورج فلويد، قوبلت برفض من قبل الديمقراطيين. عموما يعني كل ما يتحدث به الرئيس سواء من تغريدات تخرج عبر تويتر، يعني وكأنه يعني يتهم الرئيس بأنه يطالب باستخدام العنف. أريد أن أوضح هذه النقطة، بأنه لماذا يتم اجتزاء ما يقوله الرئيس دونالد ترامب، وبأنه هو يؤيد التظاهرات السلمية وهو يرفض تماما هذا العنف والحرائق والنهب وفقدان الأمن والأمان؟ هذا سؤال عظيم. لا يوجد شيء يستطيع عمله لإرضاء الديمقراطيين. هم لا يريدونه في منصبه. بعض الديمقراطيين قالوا إنهم سيفعلون كل شيء لتقديمه للمحاكمة البرلمانية. لا شيء يمكنه عمله لإرضائهم. كل ما يفعله الرئيس الآن هو تنفيذ القانون. يجب أن يتأكد أن بلادنا قوية. الديمقراطيون لا يريدون العمل معه في هذا الموضوع. دعونا لا ننسى هذه سنة انتخابية، وبايدن هو مرشح الديمقراطيين، وفي عيونهم أو جنون المتظاهرين هو الذي جلب كل شيء، وهو يقوم بعمل كل ما يستطيع لإطفاء النيران. هناك من يتضايق من إرسال الجيش. لا يجب أن يحدث هذا، لأن هناك مئات لم يكن آلاف الأعمال التي دمرت في البلاد. سي في إس فارماسي أو الصيدلية، وولغرين دمرت، تي موبل دمرت. لا يمكن أن يستمر هذا. يجب أن نجلب قوة عسكرية والجيش لإيقاف ما يحدث. سأنقل هذه النقطة وهي مهمة فعلا وأثارت الكثير من ردود الفعل حول موضوع إرسال الجيش مع ضيفي مهدي العفيفي. يعني عادة عندما يكون هناك تظاهرات تحديدا يعني يسودها الشغب وأعمال العنف، ونشهد السرقة، الحرائق وعدم الانضباط، عادة ما تلجأ أي دولة إلى الجيش. عندما تحدث الرئيس الأمريكي عن إرسال الجيش إلى المدن أو الولايات والشوارع، لماذا أثار كل هذا الاستنكار سيد عفيفي؟ في الحقيقة هناك مغالطة كبيرة. كل ولاية لديها الحرس الوطني الناشنال جارد الذي هو من صلاحية حاكم الولاية. صحيح. هذه المسألة ليست هي الأولى في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، رأيناها مرارا وتكرارا. هي المرة الأولى التي يتدخل الرئيس الأمريكي في فرض ما يتم عمله مع في الولاية. المسؤول عن الولاية هم حكام الولاية وليست الرئيس الأمريكي. هو لم يفرض أي موضوع، يعني هو تحدث عن الجهوزية، عن الاستعداد في حال فعلا تصاعدت أعمال الشغب وأعمال العنف التي يعني بطبيعة الحال لم يقبل بها أي مواطن في الولايات المتحدة الأمريكية. ليس من صلاحياته، لم يطلب منه أحد. الدستور يقول حاكم الولاية أو مجلس الولاية سواء الكونغرس على الولاية أو هو الذي يطلب. فالمسألة هي فرض عضلات. هذا الرئيس هو عنصري من البداية في خطابه، سواء كان قبل الانتخابات على السود أو المكسيكان أو النساء. فدعنا لا ننسى أن نحن نتعامل مع رئيس هو بصفته يحاول بكل الطرق أن يتدخل فيما لا يعنيه، يحاول بكل الطرق أن يكون له رأي في مسألة ليست به، للاستعراض والاكتساب يعني الدعم من المؤيدين له بدون النظر إلى ما يقوم به هؤلاء المؤيدين.
ولكن يعني موضوع الأمن والأمان، موضوع الديمقراطيات، يعني الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر يعني من الدول الأولى فيما يخص الديمقراطيات، فيما يخص الحريات. الرئيس الأمريكي لديه صلاحيات يعني مفتوحة غير محددة، وبالتالي في حال طرح مثل هذه الفكرة، يعني لا أدري لماذا هي ترفض ولماذا هي تهاجم، وخصوصا بأن الرئيس أيضا يعتمد على قانون التمرد، وبأن هذا القانون تم استخدامه سابقا في الخمسينيات والستينيات أيضا يعني للتعامل مع أحداث شغب وقعت في ديترويت. هذا القانون ليس وقته الآن، هذا القانون تم استخدامه في أوقات معينة بصفات معينة. أعتقد أن مثل ماذا يعني لو نوضح الصورة، لأنه هذا الموضوع تحديدا يثير الكثير من المساءلات فيما يحيط به، مثل ماذا؟ مثل في كاليفورنيا، طلب حاكم الولاية هو الذي طلب التدخل. لم نرى رئيس أمريكي بدلا من أن يهدئ الأوضاع مثلما حدثت، هي يعني الوظيفة الأساسية هو تهدئة الوضع والخطاب، وألا يكون خطاب تهديدي. ودعنا لا ننسى ما أشعل هذه الفتيلة في الأصل هو التغريدة الأولى التي هدد بها الرئيس المواطنين، ثم الخطاب والاستعراض. من منذ متى يخرج الرئيس ويقوم بتفرقة المتظاهرين السلميين في واشنطن لاستعراض عضلاته في المشي إلى الكنيسة ثم العودة؟ هذه كلها مسائل لم تحدث من قبل. دعنا نقارن ببوش في أثناء الأزمات، دعنا نقارن بالرئيس كلينتون. هذا الرئيس يفتعل الأزمات حتى يستعرض عضلاته ويفرض رأيه على المجتمع أجمع. عندما يخاطب حكام الولايات هم الأولى بالتصرفات. وكلا، دعنا نقول، الديمقراطيين والجمهوريين لم يطلب منه أحد التدخل ولم يطلب دعم الحكومة الفيدرالية، فهو يفرض هذا كنوع من الاستعراض حتى يرضي المؤيدين لهم والذين يتبعونه بدون أي دخل. طيب السيد كريس، أعود إليك من جديد، يعني برأيك هل فعلا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يترك الخيار لحكام الولايات في ضوء هذه الأحداث والتظاهرات التي تسود بعض الولايات الأمريكية؟ لا يوجد خيار. انظري على مدينة واشنطن وحظر التجول في 11 مساء، عندما نقول هناك حظر تجول، انظري على ما يحدث في كاليفورنيا وميشيغان، هناك أيضا حظر تجول. هناك أشياء لا يمكن أن نفعلها، وفي عمله رئيس الولايات المتحدة يجب أن يفكر في البلاد ومصلحة البلاد. في هذه الحالة رأيت أنا صور لمتظاهرين يسحبون ضباط شرطة ورجال شرطة 3 و4 يكافحون من أجل حياتهم. عند هذا يجب أن يأتي شخص آخر وينفذ القانون، لأن القانون يحمي الآخرين أيضا. موقف أو ما حدث لجورج فلويد محزن ولم يكن شيئا صحيحا. ضابط الشرطة كان مخطئا، ولكن ليس كل ضباط الشرطة في أمريكا مخطئين. يجب أن يكون هناك طرف يحمي المواطنين. لهذا السبب تتم دعوة الجيش حتى يكون هناك سلام. لا يوجد أي معنى للفوضى، يجب أن نكون أمة مثمرة ومنتجة. شكرا جزيلا لكما ضيفي الكريمان من فيرجينيا كريس برودون، مخطط استراتيجي في الحزب الجمهوري، وأيضا بالتأكيد الشكر موصول لضيفي من فلوريدا مهدي عفيفي، مؤيد للحزب الديمقراطي وموظف سابق في حملتي كلينتون وأوباما. شكرا جزيلا لكما.